أهلا بكم. في 9 من نيسان عام 2003 وقبل 15 سنة من الآن احتلت بغداد. احتلت من قبل القوات الأمريكية الغازية بعد 20 يوما من انطلاق الحرب على العراق. احتل العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل وبحجة ارتباط نظام صدام حسين بتنظيم القاعدة. ولكن السنوات كشفت زيف الادعاءات والحجج. فبالنظر لما جره الاحتلال على العراق من ويلات وخراب ودمار واستنزاف بشري ومادي، كان كفيلا بإظهار النوايا الحقيقية لهذا الاحتلال، بالإضافة إلى الاستحواذ على النفط وإعادة رسم خارطة المنطقة. وأسس الاحتلال كما يرى محللون مشروعا سياسيا تسبب بجعل العراق يعيش دوامة من الفوضى واستنزاف أمواله لحساب الطبقات السياسية التي إن اتفقت نهبت وسرقت، وإن اختلفت أشعلت الداخل العراقية بحروب وصراعات وفوضى أمنية. فكانت المحاصصة الطائفية التي خلفت وراءها بلدا منكوبا منهوبا محطما محطم البنى التحتية، وكانت مخططات التغيير الديموغرافي التي سعت قوى إقليمية لتنفيذها برعاية ومباركة من المشروع الأمريكي في العراق بحسب ما يرى محللون. سنضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الأهداف الأمريكية في العراق. لماذا تم احتلال العراق قبل 15 سنة؟ وبعد مرور هذه السنوات إلى أي مدى تحققت هذه الأهداف؟ أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير النداوي، الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ نظير. مشاهديكم. وسينضم معنا لاحقا الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نشاهد معا هذا التقرير عن ذكرى احتلال العراق ثم نبدأ النقاش. لم يكن احتلال بغداد سقوطا للمعايير الأخلاقية والإنسانية التي تشدق بها المتشدقون فحسب، بل هوت أيضا دول وتحالفات، وتغير ميزان القوى العالمية، وتحولت المنطقة إلى فوهة بركان. في 9 من نيسان 2003 دخلت القوات الغازية بغداد الرشيد بعد 20 يوما من انطلاق الحرب على العراق. بقيادة أمريكا وبريطانيا وعشرين دولة ويزيد التحقت بالتحالف. شن الهجوم بذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وعلاقة تربط النظام السابق بتنظيم القاعدة. ولم تتأخر الأيام حتى كشفت زيف الذرائع وعلى ألسنة المحتلين أنفسهم. وبصرف النظر عن الدوافع الحقيقية للغزو كالاستحواذ على النفط وإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة، فإن 15 عاماً بعد الاحتلال كانت كفيلة بإظهار النوايا الحقيقية لهذا الغزو. حكم بريمر العراق ببادئ الأمر، ثم تمخض الأمر عن ولادة مجلس الحكم آنذاك بقيادة أحزاب طائفية لا يصعب على العراقيين تقييمها بعد حكمها للبلاد، لكن بقية النتائج الكارثية كانت أكثر تأثيراً. فمليونا قتيل عراقي، إضافة لبضعة ملايين مهجر في البلاد وخارجها، يضاف إليهم آلاف المعتقلين. كل هؤلاء هم أرقام لضحايا الاحتلال وما تلاه من الخسائر البشرية فقط. أما الخسائر المادية فقد أضحى العراق من بين البلدان المتصدرة للائحة الفساد في العالم، كما شهد هدراً هائلاً للأموال بنيت فيها إمبراطوريات مالية للأحزاب الحاكمة، وأصبح مجمل دين البلاد قرابة 125 مليار دولار. أما المشهد السياسي فإن العراق بات شبه دولة تتنازعها أحزاب ميليشياوية تتقاسم الحكم والنفوذ وتتصارع تحت قبة البرلمان وفي الشوارع. في المقابل كان الصوت الحي للعراقيين حاضراً، فانطلاق المقاومة العراقية كان مع اليوم الأول للاحتلال، وخرجت المدن تباعاً من خلف قيود الظلم: الفلوجة، الموصل، بيجي، ديالى، الرمادي، تكريت وغيرها، وجابهها المحتل والحكومات المتعاقبة بالحديد والنار. فإذا كان الغزو استند إلى حجج ثبت زيفها، وإذا كان المشروع السياسي تسبب بكل هذا الخراب للعراق وأهله، فهل ثمة جدوى من الاستمرار بتقديم الدعم له؟
تابعنا سوية هذا التقرير عن ذكرى احتلال أمريكا للعراق عام 2003، وهذا التقرير طبعا مختصر لأحداث تاريخية مؤلمة مر بها العراق على مدى 15 سنة من الدمار والخراب والاستنزاف. نبدأ مع الأستاذ نظير النداوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نظير، يعني لعلك يعني عندما تسترجع الذاكرة يعني تستذكر أن الماكنة الإعلامية الأمريكية كانت تتحدث عن ضرورة إحداث تغيير في العراق، قلع النظام الدكتاتوري، كما تتحدث إعادة بناء العراق وإعماره، ونقل الحرية وتطبيقها في العراق، ونقل الديمقراطية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور كانت تشحن من خلال أدوات الإعلام الأمريكي لتكوين رأي عالمي، ليكون هناك موافقة على أي عمل ربما تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. فكان الاحتلال الأمريكي الذي فتح بابا على مصراعيه من الدمار والخراب على العراقيين ككل. يعني ثمة أهداف من يتحدث عن أن هناك إعادة رسم الخارطة في المنطقة، هناك من يتحدث عن الاستحواذ على النفط، وهناك من يتحدث عن أمور عقائدية وغيرها، ولكن ثمة أهداف ربما خفية غير الأهداف المعلنة التي كانت تتناولها وسائل الإعلام آنذاك. يعني حقيقة موضوع إيجاد المبررات للغزو الأمريكي للعراق كان هناك يعني أسباب ظاهرية تقوم بالترويج إلى الولايات المتحدة لإقناع الرأي العام بجدوى شن غزو على العراق لإحداث تغيير سياسي وحسم المعركة مع هذا النظام عسكرياً. وكانت الدواعي الرئيسية التي تروج لها بأن العراق لم يلتزم بمقررات الأمم المتحدة التي اتفقوا عليها بنهاية حرب 91، والتي كان من ضمن شروطها التخلص من أسلحة الدمار الشامل. فكانت هذه من أقوى الذرائع التي قامت الولايات المتحدة بترويجها للعالم، إضافة إلى أنها تريد تغيير النظام الدكتاتوري في بغداد وإقامة نظام ديمقراطي يستطيع المواطنين العراقيين يمارسوا حياتهم السياسية بشكل ديمقراطي وتسود الحرية ويحدث الرخاء الاقتصادي. وكل هذه المبررات ساقتها الولايات المتحدة لإقناع الرأي العالم، لكن المفارقة أنها لم تستطيع أن تقنع ولا دولة سوى بريطانيا التي جاءت معها في هذا الغزو، ولم تستطيع الحصول على قرار من مجلس الأمن لإضفاء الشرعية لهذا الغزو. لذلك فهي قادت هذا الغزو بمفردها مع بريطانيا وبعض الدول الحليفة التي معها. لكن حقيقة الأمر كانت هناك أسباب خفية غير معلنة هي التي تكون خلف هذا الإصرار القوي على شن غزو كامل ضد دولة ذات سيادة بحجم العراق. أحد أهم هذه الأسباب أن الموضوع له أصل حتى يعني في التاريخ الحديث. كان كارتر، الرئيس الأمريكي كارتر، في سنة 77 هو أول من قال أنه يجب أن تكون لنا قوة تدخل سريع للسيطرة على منابع النفط في الخليج، وطبعا من ضمنها العراق. لماذا؟ لأن الحضارة أو ما يسمى بالحضارة الغربية وبالذات الولايات المتحدة تعتمد تكاد بشكل كلي على النفط المستخرج من هذه المنطقة، فهو لا يستطيع أن يرى أن هذا الخليج ربما سيكون تحت وصاية دول معادية للولايات المتحدة كالاتحاد السوفيتي في حينها. لذلك كانت هناك لديهم مثل هذه النية، لكن الأمر الذي جعل كارتر لا يستطيع أن يخطو بهذا الاتجاه هو وجود الاتحاد السوفيتي، وكان هناك حالة توازن دولي بين القطبين السوفيتي والأمريكي. هل هذا يفسر عدم احتلال العراق عام 91 و900؟ كان الاتحاد السوفيتي ما زال موجود لكنه يترنح على وشك التفكك. هذا ربما أحد الأسباب. والسبب الآخر
هو يعني عدم الجرأة للدخول بحرب مع الجيش العراقي في سنة 91، لأنه كان جيش ما زال يمتلك القوة الفاعلة للردع، لكن آثرت على يعني جعل العراق تحت حصار ظالم لمدة 13 سنة، أنهك العراق اقتصاديا وأنهك وحصار يعني قاسي، بحيث أنه لا يستطيع العراق أن يستورد قطعة سلع واحدة، بل حتى الاستيرادات للأغراض المدنية تم منعها عنه. وعندما جاءت 2003 كانت الأمور مهيئة بشكل أكبر، والتوازن العسكري ما بين الطرفين كان لصالح الولايات المتحدة. هذه أحد الأسباب المهمة. طبعاً أما الدوافع، إذا شئت أن أستكمل الدوافع التي جعلت الولايات المتحدة تقدم على هذا الغزو، فكان أنها في تصورها في 2003 تغير التوازن الدولي، بحيث أنه أصبح العالم هو وحيد القطب، ورأت نفسها الولايات المتحدة بأنها مؤهلة لأن تكون كدولة روما في التاريخ، هي الدولة العظمى المسيطرة على العالم وتفرض السلام وفق وجهة نظرها وبالقوة، فكانت تريد أن تكون وريثة روما التاريخية. لذلك هي كان لديها أجندة للشرق الأوسط، بالشرق الأوسط الجديد، تحاول أن تجعل الدولة المتفوقة على هذه المنطقة هي إسرائيل وتحافظ على أمنها. كان لديها النية لتقسيم العراق إلى يعني دويلات متناحرة، وهذا ما قامت به يعني بإشعال نار الطائفية في العراق، إضافة إلى أنه هذه المنطقة كلها كانت تريد الولايات المتحدة أن تدور في فلكها، ولم يكن بوجه هذه المخططات سوى العراق تحت النظام السابق. لذلك هي أقدمت على التخلص من هذا النظام، وكانت ترجو أن يكون هناك نظام سياسي موالي لها 100%. لكن هل تحققت كل هذه الأغراض؟ تحقق منها الكثير، ولكن ليس كما كانت ترجو الولايات المتحدة. سنتحدث عن موضوع الأهداف وإلى مدى تحققت في العراق الأهداف الأمريكية. أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أستاذ لبيد أهلا بك. يعني احتلال العراق كان تحت ذريعة أو بذريعة امتلاكه أسلحة محرمة، وكذلك ارتباط نظام صدام حسين بتنظيم القاعدة والكثير من الحجج التي يعني حتى على لسان أو ألسنة المحتلين أنفسهم يعني قالوا أن كل ذلك هو محض كذب وافتراء، وليس هناك أسلحة دمار شامل في العراق ولا علاقة للنظام السابق في العراق بتنظيم القاعدة. من وجهة نظرك، لماذا احتلت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أن أحييك مرة أخرى وأحيي ضيفك الكريم. أود العودة قليلا إلى الوراء، إلى الحرب الأولى عام 1991. كانت النوايا مبيتة منذ ذلك الحين لاحتلال العراق، وكثير من قوى المعارضة وكثير من الوطنية وكثير من المراقبين والمحللين السياسيين اعتبروا أن الحرب لم تتوقف بعد عام 1991، إنما استمرت في وسائل أخرى وبينها الوسائل العسكرية. لماذا لم تقدم الولايات المتحدة على احتلال العراق في ذلك الوقت في عام 1991؟ رغم أن قائد العمليات قوات التحالف شوارسكوف في ذلك الحين عندما وصلت قواته إلى قاعدة الإمام علي بن أبي طالب الجوية في الناصرية، أبرق برسالة إلى الإدارة الأمريكية من خلال البنتاغون، قال بأن كل العوام مواتية، أصبحت الظروف مواتية لكي يزحف بجنوده إلى بغداد ويحتلها. لكن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك، والسبب معروف، لأن الإدارة الأمريكية كانت تعلم بأن العراق كان يمتلك ترسانة من الأسلحة الكيميائية بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيولوجية الخطيرة، وكانت تخشى من أن إذا القوات الأمريكية وصلت إلى بغداد وشعر النظام السياسي القائم في العراق بأن وجوده أصبح مهددا بالزوال،
يستخدموا هذه الأسلحة ضد القوات الغازية وتكون الخسائر كبيرة جدا في القوات الأمريكية والقوات الغازية. لذلك امتنعت القيادة الأمريكية من اقتراح أو رفضت اقتراح كوارتسكوب في ذلك الوقت، رغم أن القوات العراقية في العراق تم تدمير ثلاثة أرباعه كما تتذكر. نعم. ما حصل بالحقيقة الذريعة بمسألة أنه العراق ما زال يمتلك أسلحة دمار شامل، لذلك تم غزوه، وهذه الذريعة كاذبة لأن الأمريكا لم تقدم على غزو العراق إلا بعد أن تأكدت تماما بأنه نظيف وخالي من الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية. ونتذكر تماما بأن آخر ما دمرته الفرق التفتيش هو صواريخ الصمود، وعلما أن صاروخ الصمود مداه 50 كيلو متر فقط. يعني تم بعد تنظيف العراق من الأسلحة التدمير الشامل، بدأوا بتدمير الصواريخ ذات المدار المتوسطة كصاروخ سكود أو المسمى صاروخ الحسين الذي جرى تطويره محليا بكفاءات عراقية ورفع مدياته إلى نحو 700 كيلو متر، وتم قصف الكيان الصهيوني به كما نتذكر. وهذه واحدة طبعا وهذه واحدة من الأهداف، أهداف الغزو التي ربما سنمر عليها بإسهاب. أهداف الغزو هي لتأمين الكيان الصهيوني من أي تهديد عراق وإنهاء أي تهديد قادم من العراق ضد الكيان الصهيوني. إذن الغزو كان مؤجلا في الحقيقة إلى 2003، وإنما النوايا كانت منذ 1991، خصوصا كما تفضل رئيسكم بأن الاتحاد السوفيتي مقدم على الانهيار الكامل، وبذلك تتفرد الولايات المتحدة في سطوتها على العالم. هذه مقدمة في الحقيقة لأسباب تأجيل الغزو إلى 2003. منذ ما قبل عام 2003 يعني كان الحديث من الصادر من المسؤولين الأمريكيين عن الشرق الأوسط الجديد وخارطة الطريق، كل هذه المصطلحات يعني كنا نسمعها في تلك الفترة. يعني تدمير العراق إلى هذا الحد، يعني أليس من مصلحة أمريكا أن يكون العراق فعلا نموذجا اقتصاديا مزدهرا كما كانت تقول؟ هي تقول سوف يعني نبني عراقا مزدهرا ليكون نموذجا يحتذى به في الشرق الأوسط، يعني أليس من مصلحة أمريكا ذلك؟ لماذا تم تدمير العراق إذن؟ هذا ما كانت تخدع به الرأي العام، وكانت تخدع به بسياستها الترويجية حتى الشعب العراقي بأنها هي جاءت محررة وليست محتلة، وأنها سيكون هناك عهد رخاء عندما يتم إسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطي جديد. لكن حقيقة الأمر هي قد بيتت الخطط لتدمير هذا البلد، بل وتفتيته إلى دويلات متناحرة ودويلات تتشكل على أساس طائفي أو قومي. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هي ضمن الحدود الأمنية لما يسمى بالكيان الصهيوني، لذلك وجود عراق قوي اقتصاديا قوي عسكريا هو يشكل تهديد خطير بالنسبة للكيان الصهيوني. وكذلك التقت هذه الأهداف الأمريكية مع أهداف دولة إقليمية أيضا يهمها بشدة أن يكون البلد في العراق هو بلد ضعيف اقتصاديا، ضعيف عسكريا، بل وحتى لو تفتت إلى دويلات صغيرة. لماذا؟ لأنها تشعر أن لا قيام لإيران كدولة سيدة في المنطقة بوجود عراق قوي. إيران إن شاءت أن تكون دولة كبيرة ومسيطرة ولها نفوذ في المنطقة، فيجب أن يكون البلد المجاور الذي هو العراق يجب أن يكون بلدا ضعيفا مشتتا أو حتى مفتتا إلى دويلات. ربما قائل يعني يسمع هذا الكلام ويقول لماذا هذا الكلام لا ينطبق على دول قد احتلتها الولايات المتحدة وأصبح فيها ازدهار اقتصادي، ويعني ناهيك عن أنه لا توجد لها سيادة وطنية
100%، لكن على الأقل أنها فيها رخاء اقتصادي وهناك حرية وهناك تداول سلمي للسلطة. مثال على ذلك مثل كوريا الجنوبية، الفلبين وحتى اليابان. لكن هذه البلدان من الممكن أن تصل إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأنها خارج منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الشرق الأوسط يجب أن يكون فيها بلد وحيد هو القوي الذي هو إسرائيل. لذلك هذه البلدان مثل كوريا أو الفلبين أو اليابان لو كانت جارة لدولة مثل الكيان الصهيوني لما حدث فيها هذا التطور الاقتصادي، ولا يعني منع أن يكون هناك بلد ديمقراطي في تلك البلدان. نحن يعني نعاني في بلدان المنطقة من يعني عدو شرس مسمى بإسرائيل له القدرة على تحديد السياسة الأمريكية فيما يخص الشرق الأوسط على الأقل، ولديها القدرة والنفوذ القوي على الولايات المتحدة لرسم سياسات الولايات المتحدة بما يخدم صالح دولة إسرائيل في المنطقة. بالتالي فإن يعني كانت الأمور واضحة منذ البداية أن الولايات المتحدة عندما دخلت العراق عملت على إيجاد يعني وزرعت بذور الفتن في هذا المجتمع، وساعدتها في هذه الطريقة الدولة الجارة إيران، فكان من مصلحتها أيضا أن يكون هناك بلد في فوضى. بعد ذلك أنا يعني نحن نتحدث عن حالة العراق، هي ليس حالة عابرة حدثت منذ 2003 وانتهى الأمر. نحن ما زلنا لحد الآن نعيش نفس السيناريو ونفس الجريمة التي ترتكب منذ 2003 ولحد الآن. نحن نعيش مفرزات هذا الاحتلال وهذا الغزو على العراق، ولا نعلم إلى أي مدى ربما ستطول هذه المعاناة على العراقيين. أستاذ لبيد الصميدعي، في تلك الأيام إن تستذكر معنا موضوع كان يتحدث جورج دبليو بوش والساسة الأمريكيون عن موضوع محور الشر، يعني هل احتلال العراق سيقف أو وقف فعلا عند حدود العراق أم هو يعني تعدى حدوده؟ الاحتلال الأمريكي توقف عند حدود العراق. إذا تكلمنا عن الاحتلال بالمعنى المباشر للاحتلال، أمريكا كانت بالحقيقة لديها نوايا أوسع، أرادت أن تتوسع إلى ما بعد العراق، وكانت هناك نوايا أعلنها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في ذلك الحين عندما قال نحن نحذر جارتنا الجديدة سوريا في ذلك الحين، وكان يشير إلى احتمال التدخل في سوريا. لكن الذي حدث بالحقيقة أن الأمريكان صدموا أو تفاجؤوا بالمقاومة العراقية الباسلة الشرسة التي كبدتهم خسائر كبيرة، واستطاعت أن تحد من طموحات السيد الأمريكي في المنطقة برمتها. الاحتلال الأمريكي إلى العراق مع كل ما جرى بالحقيقة من تطورات، لكنه نجح في تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية للغزو الأمريكي للعراق. نوهنا إلى أن الهدف الأساسي هو أن للاحتلال أو واحد من الأهداف الأساسية هو القضاء على أي تهديد يمكن أن يصدر من العراق ضد كيان الصهيوني. المسألة المهمة الأخرى هو القضاء على القاعدة العلمية التي نجح العراق في بنائها على مدى عقود من الزمن. والهدف الآخر هو استنزاف الطاقات العلمية العراقية واستنزاف العقول العلمية العراقية، بل واغتيالها. وقد نوهنا في مناسبات سابقة إلى ما ذكره في مقال صحفي الوزير الدفاع السابق موشي أرين في منتصف التسعينات. نشر مقالا خطيرا قال أن في العراق نحو 4000 عالم بمستوى علماء دوليين، وهؤلاء العلماء رغم ما يجري من إفراغ العراق من
من برنامجه التسليحي ومن الأسلحة التدميرية، لكن هؤلاء العلماء يحتفظون في عقولهم في رؤوسهم بكل برامج تصنيع الأسلحة الدمار الشامل. لذلك لا توجد جدوى من إفراغ العراق من الأسلحة ما طالما هناك علماء يستطيعون إعادة صناعتها، وطالب بأن يتم استدراج هؤلاء العلماء بل واغتيالهم، هكذا قالها بالعبارة الصريحة يعني. ولذلك الأمريكان في حالما احتلوا بغداد تعانوا بالموساد الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين كانوا يمتلكون معلومات جيدة ودقيقة عن العلماء العراقيين وأين يسكنون ومناطق تواجدهم وبحوثهم العلمية. ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات الاغتيال وملاحقة هؤلاء العلماء كما تذكر. إذن واحد من الأهداف الرئيسية والمهمة هو كما ذكرنا القضاء على كل مقومات العلم والعلماء في العراق. وجورج بوش الأب قالها في عام 1990 أثناء التحضيرات لغزو العراق الأول أو للحرب الأولى عام 1991، قال نحن سنعيد العراق إلى 100 عام للوراء. وما يحدث الآن بالحقيقة يجسد هذا القول، نحن الآن أمام بلد مدمر وممزق وتسوده الفساد، وكما ذكرتم في مقدمة البرنامج يحتل صدارة العالم فيما يتعلق بالفساد الذي نقر البلاد. العراق حاليا أصبح عبارة عن بلد يغطي، هناك تمزق في داخل النسيج الاجتماعي، وهناك ومهدد بحرب أهلية ممكن أن تقوم في أي ساعة. نعم، ابقى معي أستاذ لبيد لو سمحت، فقط نأخذ فاصل ثم نكمل النقاش. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نتحدث عن الأهداف الأمريكية في العراق بعد 15 سنة على احتلاله. وبالعودة إليكم أستاذ نظير النداوي، يعني مفهوم الإرهاب طالما استخدمه الاحتلال الأمريكي لتحقيق مشروعه بحسب ما يرى الكثير، يعني خصوصا موضوع المقاومة، أي بلد يحتل هناك مقاومة يعني تتفجر من هذه الأرض وتخرج لتخرج المحتلين. ولكن في العراق يختلف الأمر، أصبح مفهوم الإرهاب يغطى به على المقاومين ليصبحوا إرهابيين. هنا هذا المفهوم يعني إلى أي مدى أسهمت المقاومة العراقية الوطنية في الضغط وبقوة على الاحتلال الأمريكي؟ يعني هذه المفاهيم الغربية أو بالتحديد هي المفاهيم الأمريكية أو الثقافة الأمريكية، من يقف ضد مشروعهم، من يقف ضد العولمة التي يريدون أن ينشروها في العالم فهو إرهابي أو متخلف وغير متحضر. لذلك هي اعتبرت المقاومة العراقية التي هي مقاومة طبيعية لأي احتلال، أي بلد يتم احتلاله من الخارج تبرز هناك مقاومة ضده، وهذا حق المقاومة مقر في قوانين الأمم المتحدة، من حق الشعوب أن تقاوم الاحتلال. لذلك الحالة العراقية هي ليست حالة يعني جديدة أو غير مألوفة، إنما هي حالة طبيعية جدا لأي احتلال تبرز أمام مقاومة. لكن كان ما يميز المقاومة أنها كانت سريعة ومؤثرة عسكريا على الاحتلال الأمريكي. لذلك كيف يتم جعل أسفين بينها وبين
الشعب الذي يدعمها أو بينها وبين المساعدات العالم الحر، لأنه العالم الحر يساعد المقاومين لتحرير أوطانهم. هناك مسألة خطيرة جدا، يعني اعتبار من يقاوم المحتل الأمريكي هو إرهابي، في حين أن هناك الكثير من المجاميع التي قامت بتشكيلها وتأسيسها والتغطية عليها الولايات المتحدة والاحتلال الأمريكي إلى الآن هي موجودة و ترتكب أبشع أنواع الجرائم. بالضبط أنت تصف ما حدث بالعراق. المقاومين تم سن قانون لهم الذي يسمى قانون 4 إرهاب، وسن ضمن العقوبات العراقية، وهذا القانون سن برعاية أمريكية ليصف وتم تفصيله تماما على المقاومين العراقيين، أو يعني تم جعله أكثر اتساعا ليشمل كل يعني المكون السني في العراق. وبنفس الوقت هناك مجاميع إرهابية ويعني علنا تسفك الدماء وتقطع الرؤوس، ومع ذلك تم إضفاء الشرعية عليها وتقاتل علنا وتحت الدعم الأمريكي، وأقصد بها الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، تم تفريخها إلى عشرات الميليشيات وتجاهر يعني بولائها لإيران وتقاتل تحت يعني قيادات إيرانية وتحت الدعم اللوجستي الأمريكي، ومع ذلك لم يتم تصنيفها كمجاميع إرهابية. يعني هذا تناقض يعني رهيب في موضوع الكيل بالمكيالين، أو قلب الحقيقة ليكون الباطل حقا والحق باطل. هذه السياسة التي جاءت بها أمريكا فهي تطبق تماما المقولة البائسة التي تقول إن الحق هو القوة، يعني أنت إذا كنت قويا فمعك الحق بغض النظر عن طبيعة هذا الحق. نفس الشيء تم تطبيقه في فلسطين، فالمقاومين الفلسطينيين الآن في نظر الولايات المتحدة وكل الدول الغربية إرهابية، هي عبارة عن منظمات إرهابية، بينما الإرهاب الذي تقوم فيه دولة إسرائيل وهو إرهاب دولة تعتبر أنه هي دولة ديمقراطية وتحاول بناء الديمقراطية، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هكذا يتم وصف دولة إرهابية مثل دولة إسرائيل. وفي كل المناطق تجد يقلبون الحقائق بما يتناسب مع مصالحهم أو مصالح الدول التي تدور في فلكهم. أستاذ لبيد الصميدعي، هذه الازدواجية في التعامل مع ملف يعني ما تسميه أمريكا بالإرهاب، إلى أي مدى استفادت منه إيران في تنفيذ المشروع الأمريكي؟ يعني بمعنى آخر، يعني ما مؤشرات استفادة إيران من احتلال أمريكا للعراق؟ نعم، هناك قواسم مشتركة مهمة بالحقيقة بين المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية في العراق. ما يهم أمريكا من في العراق هو أن يصبح بلدا متخلفا بالدرجة الأولى، ويصبح بلدا خاليا من أي مصادر تهديد مصالحها في المنطقة، علاوة على الكيان الصهيوني هناك مصالح في المنطقة، خصوصا منطقة الخليج العربي، دول الخليج العربي مصالح جدا حساسة للولايات المتحدة، لديها قواعد أمريكية، منابع النفط موجودة هناك، ولا تريد لأي لنظام أن يقود للنظام المشاكس لهذه الدول ولهذه المصالح أن يقود العراق. لذلك فوجود نظام سياسي على شاكلة النظام السياسي الحالي في العراق، رغم كل سلبياته ورغم كل التقاطعات بينه وبين الإرادة الأمريكية، لكنه مرضي عنه أمريكيا ويعتبره نظاما مقبولا من هذه الزاوية، من زاوية أنه لا يشكل تهديدا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعتبر هذا النظام بالحقيقة من الناحية الطائفية فيه إيجابيات كثيرة هي تعد لصالح المصالح الأمنية، الأمن القومي الأمريكي. لماذا؟ لأن الأمن القومي الأمريكي يخشى أكثر ما يخشاه من تهديد القوى التي يسميها القوى المتشددة أو القوى الإرهابية، وتعبير أوضح القاعدة وتنظيم الدولة.
هذان التنظيمان هما مصدرا الخطر الأكبر على المصالح الاستراتيجية وعلى المصالح الأمن القومي الأمريكي. لذلك وجدت أمريكا في التناقض بين هاتين القوتين من ناحية وبين الميليشيات الطائفية التي نوه إلى وجودها ضيفكم الكريم وهي التي تسمى الميليشيات الشيعية. هذا التناقض، هذا التصادم بين هاتين القوات، هذه القوات خدم أمريكا. لذلك أمريكا رأت في هذه القوة فائدة لها وقامت بدعمها وقامت بتدريبها وغضت النظر عن كل الجرائم التي ترتكبها منذ بداية الاحتلال إلى يومنا هذا. وحتى في معركة الموصل سمعنا وأثبتت التقارير بأن عمليات التدريب تجري من قبل الأمريكان. الأمريكان دربوا كثير من هذه الميليشيات قبيل اجتياح الموصل. فهذه القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة، مصالح الولايات المتحدة ومصالح إيران موجودة، وأنا أعتقد أنها ستستمر ولا يوجد أي مبرر للتصادم بين مصالح هذه الدولة ومصالح تلك الدولة إلى المستوى الذي يؤدي إلى تصادم عسكري بين الدولتين. نعم أستاذ نظير النداوي، يعني كيف تصف حكومات ما بعد الاحتلال منذ مجلس الحكم وحتى الآن، يعني وخصوصا أن هناك أسس قد أقيمت عليها أو أقيم عليها المشروع السياسي في العراق بعد الاحتلال وهو قائم على المحاصصة الطائفية؟ يعني والله أجد صعوبة جدا أنه أصف ما يدور في بغداد بعملية سياسية. حقيقة الذي يتحكم في بغداد ومن يتحكم في العراق هي ليست أحزاب سياسية، إنما هي مجامع يعني إرهابية طائفية ذات توجه ديني معين تم تدريبها على أعين النظام الإيراني، جاءت واستلمت الحكم في العراق. فلذلك هي لا تستطيع أن تمارس عملية سياسية بالمفهوم الحضاري، لا تستطيع أن تمارس السياسة كما يعرفها الجميع. لذلك هي لا تعرف من السياسة سوى تصفية الخصوم. يعني وصلنا إلى مرحلة أنها الآن يتم تداول الحكم ما بين من يسمون السياسيين من المكون الواحد، وتم تهميش باقي المكونات وأصبحوا لا يؤثرون بالعملية السياسية. الآن الوضع أصبح مسلوب الإرادة، لا توجد هناك حكومة عراقية مستقلة في إرادتها السياسية أو العسكرية أو أي مجال آخر، بحيث أن الانتخابات أو ما تسمى العملية الانتخابية للبرلمان القادم يتم ترتيبه من قبل قيادات إيرانية. البارحة نشر خبر حول اجتماع السفير الإيراني وكذلك قائد الباسيج الإيراني بقيادات ما يسمى بائتلاف ليس النصر، ائتلاف الآخر اللي هو تابع لهادي العامري، والتقوا بشخصيات مؤثرة لمناقشة الانتخابات. فأي سيادة نتحدث عنها في العراق إذا كانت العملية الانتخابية وأهم حدث ممكن أن يقال عنه حدث ديمقراطي يفرز عنه برلمان وحكومة تدير هذا البلد، يتم الترتيب له من قبل قيادات إيرانية. واليوم في تغريدة للسفير البريطاني عند إيران قد جاء هو والسفير البريطاني في بغداد وقد اجتمعوا في النجف بقيادات لأحزاب شيعية يعني مشتركة في السلطة، وأيضا كان موضوع نقاشهم هو موضوع الانتخابات. البلد مستباح، البلد ليس له إرادة سياسية، البلد يتم إدارته من الخارج سواء من دولة إقليمية كإيران أو دولة عظمى مثل الولايات المتحدة وحلفائها مثل البريطانيين وغيرهم. لا توجد هناك يعني دولة يعني أو حكومة نابعة من الشعب العراقي تعبر عن إرادة الشعب العراقي. لذلك ما قامت به الولايات المتحدة في غزوها هي لم تقم بعملية ديمقراطية على أنقاذ نظام الدكتاتورية، ما قامت به هو عبارة عن إزالة نظام ربما كان له شيء من التمثيل الشعبي العراقي واستبدلته بنظام يتم إدارته من خارج الحدود. هذا هو واقع الحال الآن.
أستاذ لبيد صميدعي، يعني بعد 15 سنة على احتلال العراق، كيف تصف الواقع الاقتصادي في العراق؟ نعم، بالنسبة للواقع الاقتصادي في العراق، ما حدث بعد الاحتلال أن العراق انتقل من مرحلة الحصار الاقتصادي الكامل وعمليات التجويع إلى مرحلة تدفق البترول بكميات هائلة إلى سوق النفط الدولي العالمية. الآثار التي تركها الحصار معروفة في الحقيقة، وهي إذا أردنا أن نتكلم بشكل جذري عن مسألة الفساد، كان هي لعبت دورا أساسيا في إبذار بذور الفساد الأولى في العراق. والحكومة استطاعت أن تستغل هذه المسألة، يعني فترة حصار دامت نحو 12 عاما، جعلت من الناس تتوق إلى الرفاهية وتعرف أن بلدها بلدا غنيا وفيه مقومات الثراء ومقومات العيش ذو الرفاهية. لذلك الحكومة استطاعت حقيقة أن تلعب على هذا الوتر، فبدأ تدفق البترول وبدأت تتغير أحوال الناس، يعني من حالة الجوع المدقع والحصار الكامل والانغلاق إلى حالة أخرى معاكسة. يعني هناك أصبحت هناك حالة أقل سوءا مما كان عليه الوضع فيما يتعلق بمستوى المعيشة للفرد، وأيضا فتحت الحدود وسمح بالسفر للناس بعد انغلاق طويل الأمد. هذه الأمور بالحقيقة استطاعت أن تستغلها الحكومة لكي تتلاعب بالمال العام، على أساس أن المواطن راض عن مستواه المعيشي، وهناك رواتب وهناك توظيف إلى آخره، لكن الفساد الذي عم في مفاصل الدولة أصبح مستشريا إلى حد، بحيث وكالة الصحافة الفرنسية نشرت تقريرا حديثا بأن العراق حصل منذ الاحتلال إلى يومنا هذا إلى أكثر من 800 مليار دولار من عائدات البترول. ذهب أكثر من نحو 350 مليار إلى الفساد وإلى جيوب الفاسدين. واضح. إذن الخسائر المادية أستاذ لبيد، يعني أضحى العراق من بين الدول من البلدان يعني المتصدرة للائحات الفساد في العالم، يعني الهدر بالمال العام بالميزانيات المليارية للعراق، بنيت فيها إمبراطوريات مالية للأحزاب بحسب وصف محللين، وأصبح العراق يعني بمجمله يعني مسرحا لنهب الأموال ومليارات الدولارات تقدر ب 125 مليار دولار. أخيرا أستاذ نظير النداوي، يعني المشهد السياسي في العراق يعني ربما بحسب وصف الكثير بات شبه دولة متنازع عليها من قبل الأحزاب السياسية. هذا الأمر كيف يلقي بظلاله على الواقع الاجتماعي في العراق؟ الآن هناك من يقول بأن في العراق الآن أصبحت صناعة حروب داخلية، صناعة الأعداء من الداخل العراقي. كل هذا الأمر منذ عام 2003 احتلال العراق حتى الآن، كيف تصف الواقع الاجتماعي في العراق؟ أما زال كاللحمة كالسابق كالماضي أم يعني لا؟ يعني لا أستطيع أن أقول لك أن الحالة الاجتماعية في العراق بقيت كما هي كانت قبل الاحتلال. فالظروف التي مر بها العراق ظروف يعني كانت قاسية جدا، والتحدي الذي تعرض له الشعب العراقي تحدي كبير لا بد وأن يترك آثارا على الحالة الاجتماعية التي للشعب العراقي. وإضافة إلى ذلك، فإن الاحتلال يعني سواء بوجهه الأمريكي أو وجهه الإيراني لم يترك هذه القضية يعني بعيدا عن التأثير، بل هي قامت بمحاولات يعني مقصودة لتمزيق هذا النسيج الاجتماعي، عندما وصفت المقاومة بأنها هي مقاومة مكون سني بسبب فقده لامتيازاته، وأن هؤلاء يأتون لذبح المكون الشيعي بأكاذيب وسلسلة الأكاذيب جعلت يعني حالة الكراهية وحالة انعدام الثقة ما بين المكونات الشعب العراقي سواء سنة أو شيعة أو كرد.
هذا الأمر انعكس يعني بشكل كبير عن بحيث أن المناطق المختلطة بدأت تتميز إلى مناطق خالصة سواء للمكون العربي الشيعي أو المكون العربي السني، ووصل الأمر يعني تجنيد الطرف الشيعي لقتال السنة على اعتبارهم أعداء وليسوا على اعتبارهم أخوان في بلد واحد كانوا يعيشون بمنتهى الوئام، بل أن البلد العراقي هو مكون من عشائر لا تجد عشيرة واحدة يعني هي خالصة من مذهب واحد. هل نجح الاحتلال الأمريكي في تقسيم العراق طائفيا هذا اجتماعياً؟ أريد أن يعني أعرج على هذا الموضوع. مع كل هذه التحديات الآن وكثير من الفضائيات تقوم بمحاولة يعني استقصاء أو أسئلة يعني مباشرة لمواطنين من الشارع، يتم سؤاله من أي مذهب أنت، يجيبك بكل تلقائية أنا لا سني ولا شيعي أنا عراقي. حقيقة يعني هذا التأصيل الوحدوي التأصيل البعيد عن الطائفية ما زال موجود في قلوب العراقيين، لكن هذا الحقن الطائفي من المستفيد هي من الأحزاب يعني هي الأحزاب الآن على السلطة، يعني الآن نحن على أعتاب يعني الانتخابات. لولا هذا الحقن الطائفي الأحزاب لا تستفيد شيئا. طبعا هي يعني إذا شئت أن أصفها هي كالحشرات لا تستطيع أن تعيش إلا بالمياه الآسنة. هذه الأحزاب لا تستطيع أن تتصدر لسدة الحكم إلا بوجود حقن طائفي ما بين مكونات الشعب. هل تجد الآن في الانتخابات المقبلة والترويج لها الآن الاتجاه بهذا الاتجاه الطائفي أم أن الأمر تغير؟ طبعا في الانتخابات السابقة كان أقوى من هذه الانتخابات. الآن وصلت مرحلة أن الشعب العراقي قد فطن إلى الخدعة التي يتم خداعه بها. لذلك الآن حتى المكون الشيعي الآن هو غاضب على الأحزاب التي تمثله، ويدرك أن كل شعاراتهم الطائفية على اعتبار أن الحكم أصبح للشيعة هي شعارات جوفاء ليس لها أصل من الواقع، وهم يعيشون في أتعس حالة لم يعيشوها لا في وقت صدام ولا الحكومات السابقة. شكرا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير النداوي الكاتب والمحلل السياسي. الله. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.